أهلا بكم مجددا. بداية نظمت اليوم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوما إعلاميا بخصوص الصالون الوطني المنعكس للمناولة الذي سينعقد هذه السنة من 3 إلى 6 أفريل بقصر المعارض. هذه التظاهرة تهدف إلى ترقية تطوير وحماية الإنتاج الوطني في خطوة لتعزيز الاندماج والنسيج الصناعي من خلال تطوير مختلف القطاعات المعنية على غرار الميكانيك والبناء المعدني الإلكترونيك والكهرومنزلي. التفاصيل رصدتها سلاف دعماش. Pour donner يعني une opportunité entre les donneurs d'ordre et les receveurs d'ordre. باش يتلاقاو ويخدموا مع بعض. ويكون في علمكم بلي هذا الصالون صالون وطني. يعني ماهيش مسموح اجنبي يدخل في هذا الصالون. لانها والاهداف منه هو باش نزيدوا في لو تو دانتيغراسيون دون لاندستري. هذا هو والاهداف الاخرى هي دونك اكرواتر لو ديكوفري لي كاباسيتي دو برودكسيون اكزيستونت كرياسيون دو لومبلوا ريزوبسيون دو شوماج. الصالون الوطني المنعكس للمناولة يعد كذلك فرصة للزبائن لعرض احتياجاتهم على المستثمرين، وهو مخصص للصناعيين ومقدمي الخدمات الوطنية. Actuellement, il y a évidemment un encouragement de la part des pouvoirs publics pour investir dans le domaine de la sous-traitance industrielle, plus largement dans le domaine de l'intégration nationale, à travers un certain nombre de textes de loi, notamment la loi de finances 2017, qui encourage par des exonérations fiscales et parafiscales un certain nombre d'investissements dans ce domaine, ou encore la nouvelle loi sur la promotion de la PME et de la sous-traitance, qui effectivement met en place des mécanismes qui permettent d'encourager l'investissement dans ce domaine.